الجيش الألماني يؤكد أن الأسلحة جديدة، حتى وإن كان بعضها كرشاشات جي 3 مثلاً لم يعد يستخدمها واستبدلها بنماذج أكثر تطوراً. يضم العتاد المقرر إرساله 16,000 رشاش و8,000 مسدس ومئات الصواريخ المضادة للدروع، هذا إضافة إلى 100 عربة وخيام ومطابخ ميدانية ومولدات كهربائية. الميزة في هذا الطلب تتمثل بأننا نعمل تحت ضغط نوعا ما منذ القرار الذي صدر بتاريخ 31 من أغسطس، فهذا قرار سياسي وأرى أنه سليم، خاصة وأننا ندعم البشمركة في شمال العراق في الوقت المناسب ونمدهم بالأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى. وستقدم ألمانيا 40 قطعة من هذه الأسلحة، فصواريخ ميلان المضادة للدبابات يمكن أن تخترق الصلب بسمك 70 سنتيمترا عن بعد كيلومترين. استخدام السلاح سهل، إذ يمكن فتح العدسة هنا والنظر من خلالها، وهذا هو الأمان، وبعد فتحها يمكن الإطلاق. 30 جنديا من البشمركة سيبدأون التدرب في ألمانيا الأسبوع المقبل على أسلحة تفوق 600 طن بقيمة 70 مليون يورو، كلها ستبقى بيد الأكراد. الهدف من وراء هذا الدعم واضح، بأننا نقول إن استخدام هذه الأسلحة والمعدات مرهون فقط بمحاربة مقاتلي داعش، وبعد ذلك ستكون الحكومة العراقية مسؤولة عن هذه الأسلحة. الشحنة الأولى جاهزة للتصدير إلى العراق، وسيتم تسليمها للأكراد في أربيل ابتداء من يوم الأربعاء القادم.